مشاهدينا في الوطن العربي كل عام وأنتم بخير. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة والأنظمة الجوية المتوقعة خلال فترة العيد. بنلاحظ أنه خلال فترة العيد ستكون هناك تقلبات كبيرة في الأحوال الجوية من حيث سقوط الأمطار ومن حيث انخفاض درجات الحرارة. أما الخرائط التي تمثل تقريبا الأنظمة الجوية التي ستؤثر على الوطن العربي، بنلاحظ أن شمال الجزيرة العربية وشمال سوريا وأيضا العراق والأردن في البداية هناك منخفض جوي يؤثر على هذه المناطق، لكن جنوب الجزيرة العربية هناك مرتفع جوي يؤثر على هذه المنطقة. أما المغرب العربي فهناك مرتفع جوي يؤثر على هذه المناطق، هناك منخفض جوي جنوب تقريبا إيطاليا، شمال الجزائر وشمال تونس وشمال غرب ليبيا أيضا يؤثر على المنطقة. وهذه هي الأنظمة الجوية التي ستؤثر تقريبا خلال فترة العيد. أما الأمطار المتوقعة على أنحاء واسعة من الوطن العربي خلال إجازة العيد، بنلاحظ أن هناك أمطار تشمل شمال مصر، سوريا، الأردن، لبنان، أيضا شمال العراق وأجزاء كبيرة من العراق وأجزاء أيضا من المناطق الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، وأيضا وسط شمال شرق السعودية، وأيضا وسط المملكة العربية السعودية والجنوب الغربي منها، وأيضا قسم من المناطق الشرقية من المملكة. أيضا هناك فرص لسقوط الأمطار شمال الجزائر، شمال شرق المغرب، وأيضا تونس وشمال غرب ليبيا بإذن الله. أما درجات الحرارة المتوقعة فبنلاحظ أنه خلال فترة العيد منطقة مصر وشرق ليبيا وكذلك شمال غرب المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وجزء من العراق راح تكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، لكن المناطق الشمالية الشرقية من السعودية وأيضا المنطقة الوسطى من السعودية والمنطقة الجنوبية من السعودية ومنطقة الخليج العربي، دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وأيضا سلطنة عمان واليمن راح تكون درجات الحرارة بإذن الله أعلى من معدلاتها. أيضا كذلك المنطقة المغرب وراح تكون درجات الحرارة أدفى من معدلاتها المعتادة، وكذلك جنوب الوسط وجنوب الجزائر وجنوب تونس وأيضا جنوب غرب ليبيا بإذن الله. هذه هي درجات الحرارة المتوقعة في هذه الأماكن، وهذه هي الأحوال الجوية المتوقعة. تغيرات كبيرة من حيث هناك أمطار في أماكن مختلفة، وهناك أيضا تغيرات وانخفاض في درجات الحرارة. نرجو للجميع السلامة، كل عام والجميع بألف خير بإذن الله.